او طريق اخر ان لا استعمل اليد، انا استعمل الرجل، اتي للامام وبعد اتي للدفاع، اعمل هكذا بالرجل، اتقدم بالرجل، الاخر يظن انني اضرب ويقفل، ولكن انا لا اضرب، ارجع واخذ مسافه جيده، ومن مسافه جيده اضرب، او هنا اعمل مع الرجل، يعني اتقدم برجلي، ولكن لا اتي بالفعل، انتظر وبعد اتي بالفعل، اتقدم ارجع واضرب، ها كنت في حركه قدم ارجع اضرب. هنا بعض الامثله، الملاكم باليمين يتقدم بسرعه ولكن ينتظر، وبعد ياتي مره اخرى ويضرب اليسار المستقيم. يتقدم ويرجع ويضرب اليمين الأبركات. وهنا نفس الشيء بس يضرب الأبركات يسار. وهنا يأتي من اليمين الجنب. طريقة أخرى ماذا أستطيع أن أعمل؟ أنني مثلا أذهب أو أترك الآخر يظن أنني أذهب شمال مع الجسد وأضربه هنا، ولكن أنا أعمل هكذا وآتي باليمين، أو هو أتركه أن يظن أنني آتي باليمين، أعمل مع الجسد هكذا ولكن آتي بالشمال. كيف أذهب شمال؟ هو يظن أنني أذهب شمال ولكن آتي يمين. كيف سيكون؟ ها كيف؟ مرة أخرى الحركة سيكون الآخر يظن أذهب شمال ولكن أنا لا أعمله كامل، في وسط أنتظر أذهب يمين وأضرب، ها أو يمين قليلا ولكن أذهب شمال وأضرب من شمال. هنا ترون أنه هو يذهب مع الجسد إلى اليسار وبعد يأتي باليمين إلى الجسد. طريقة أخرى ماذا أستطيع أن أعمل؟ أن أستعمل الجاب الشمال اليسار المستقيم، أستعمله أعمله هكذا، ها أو أعمله هكذا ولكن آتي باليمين، أو أستعمل هكذا وآتي من جنب الآخر، ها يعني أستعمله بسيط بسيط وآتي من جنب، أو بسيط بسيط وآتي من يمين، ها أو بسيط بسيط وأضربه في البطن. أيضا جيد أنك ممكن، ماذا ممكن أن تعمل أيضا؟ أنك تستعمل اليسار ويضربه على العين لكي الآخر تضعه على عيني ولا يستطيع أن يرى شيء في هذه اللحظة، لما هو على عينه أنت تأتي من جنب أو تأتي من الأبركات. كيف؟ أنت تستعمل اليسار، يسار، استعمل يسار، بس الآن أنت تريد أن تأتي وتأتي هكذا، تأتي من الجنب، مرة أخرى تأتي من الجنب أو إلى الجسد، أين ممكن تأتي إلى الجسد، أو مثل قلت يسار وتأتي من يمين، مرة أخرى وتأتي الضرب الآخر، هذا يعمل نصف الطريق وتأتي اليد الآخر هو بالقوة. هنا يضرب يسار مستقيم إلى الوجه وبعد ينزل تحت إلى الجسد، الضرب القوي للجسد وبعد فوق مع اليمين، وهنا يأتي باليمين من الجنب. هنا أيضا اليسار يأتي ليس بالقوة ولكن اليمين يأتي بالقوة.